أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا
أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء
صدق الله العظيم.